أهلاً وسهلاً. اليوم بدنا نعلمكن حرف صوتي. هالحرف اسمه أو، ويقدر ينلفظ قصير وطويل. وفي هالفيديو بدنا نعلمكن شلون ينلفظ طويل، مثل بالكلمة راديو. شوفوا شلون ينلفظ بالألماني. أوفن، موس، لوت، نتو. هالأو ينلفظ طويل، يعني لفظ طويل أو يكون مكتوب قبل حرف ساكن. وإذا ما تقدروا تلفظوها وفيها صعوبة، جربوا احكوا أو طويلة وحركوا ساكن شوي لتحت وشوفوا مثل بالفيديو. ما في كتير صعوبة صح؟ أني تنجرب هالكلمات كمان. لوس، دوزة، خوف. شوفوا وتعلموا ولا تقلقون، لأنه ما في كتير صعوبة. أوكي، باي باي، وإلى دراسة القادمة.